البلاد المفدى. دائما شكرنا يتواصل لهذه الشركات على هذا الدعم، وها هي إشارة البدء والانطلاقة. نستمتع إن شاء الله ويا المشاهدين بإثارة هذا الشوط، وأترك الآن المجال للمعلق سفاح الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى نحييكم ونحيي هذا اليوم الكبير وهذه الانطلاقة الكبرى الخاصة بالزمول لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل في هذا الشوط، شوط خيرة الزمول. خيرة الزمول هذا الشوط وهذه الزمول اللي انطلقت على أرضية ميدان الشحنية هي الزمول الخيرة في دول مجلس التعاون في هذا اليوم وفي هذه اللحظة، كما سنشاهد وكما شاهدنا في المهرجانات ولحظات الأقوى في الزمول. مشاهدينا الأعزاء، هذا الشوط هو الشوط الأول للزمول وهو الثاني في مجموع أشواط هذا اليوم، مسافة 10 كيلومترات وجائزة نقدية مقدمة للمضمرين من المركز الثاني وحتى المركز الخامس. أما بالنسبة للمركز الأول فقدم له سيارة تويوتا ستيشن جي مقدمة من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. يا سلام يا سلام يا قابكو، الله الله، هذا يعني مو بيكفيه الناموس، المضمر ما يكفيه الناموس، ايضا معاه اسم واسم الشركة والركيزة الوطنية اللي قدمت هذه السيارة وهي شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. ويلا خلونا نشوف. ايضا لا يفوتنا ان نرحب بسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم واللي شرفنا حضوره مع اصحاب السمو شيوخ ضيوفنا من الامارات العربية المتحدة. مقدمة الشوط في هذه اللحظة لبيضان اللي يتصدر قائمة هذه الجموع، وتعود ملكية بيضان للسيد راشد بن محسن بن ديله المري، اخذ له مكانة خاصة دور المركز الثاني، دور شداد اللي يحتل المركز الثاني تعود ملكيته للسيد عتيج بن سعد من مفتاح. يا السلام، والله يفتحها عليه، الله يفتح له رزق اليوم. المركز الثالث نقله الى المركز الثالث نقله الى المركز الثالث وبنشوف هذا اللي امامنا على الكادر شاشة التلفزيون على الكادر التحتاني، لكن لابد ان المصورين يعطونا المسافة بينه وبين المركز الثاني، لابد ان نراها سواء على الكادر اللي فوق او الكادر هذه اللي امامنا. الحاكم يحتل المركز الثالث لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفه الثاني، ويضمره السيد ناصر بن مسفر الشهواني، وايضا تنصب عليه الترشيحات في الوقت الذي نرى ضيفنا من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه اللي هو مبلش حق سمو الامير سعود بن محمد بن عبد العزيز ال سعود، المضمر السيد عامر بن سعد الرفاده المركز الرابع، وفي المركز الخامس يوسلوب. الله 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 الله، وحكى التاريخ. الله، شوفوا شوفوا شوفوا، هذا اللي مقبوض خطامه، هذا اللي مقبوض خطامه في المركز الخامس اللي هو الفارس لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفه الثاني، مضمره السيد ناصر بن مسفر الشهواني، وانتظروا مفاجاته، انتظروا. ايضا هنالك شعارات قوية واسامي، لكن ما حان موعد دخولها، متى ما يحون نحن امام الواقع والحقيقة، وان شاء الله بنعطي حق كل من حقه في التعليق. هذه مشاهدينا الاعزاء نتيجتنا للمراكز الخمسة الاولى في النداء الاول في هذا الشوط وهو الشوط الثاني في المجموع، والشوط الاول للزمول وهو من اقوى
أشواط. أيضا يسرنا ولا يفوتنا أن نرحب بسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء على الحضور الشخصي الكريم والمتابعة في هذا اليوم الكبير. وبنشوف 7 كيلومترات تبقى من مسافة 10، وهذا هو الحاكم. بدأ الحاكم يتحكم، والحاكم له أن يتحكم بأي شيء يباه أو أي شيء يريده، يتحكم من خلال الاستطاعة أو المجال اللي يعطي نفسه إياه. هذا هو الحاكم مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله، لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني. ويضمر الحاكم اللي قالوا عنه المرعب، وانا قلت عنه في سنين ماضية البروفيسور في هذه الشغلة، في شغلة التضمير، لانها من الشغلات ومن المهمات الصعبة لدى البشر. يعني مو باي انسان بيضمر او بيعد المطية، او حتى لو عطيت السبوق في بعض الناس ما عنده امكانية يوصلها مستواها، وبعض الناس حتى لو مطيته او الذلول او الزمول اللي عنده عادية تلقاه يعطيها مستوى فوق حقها. يا السلام. فهذا ناصر بن مسفر بروفيسور في التضمير، المركز الثاني اللي يلي الحاكم ويلتفت يمين ويسار وحاط عينه على الحاكم اللي هو بيضان لحق حدم الجماعة، تعود ملكيته للسيد راشد بن محسن بن ديله المري. وفي المركز الثالث اللي هو شداد، يا السلام، عتيج بن سعد بن مفتاح شد الرحال على ظهر شداد. ولكن يا هل ترى هل هذا الشديد او هذا المغاره او هذا يا هل يعني بيحصل اللي كان في خاط؟ يا سلام، عطاه واحد بيقدم هذا العرض، حتى على الاقل ولو هذا العرض. يا سلام، واتمنى له التوفيق. شداد اللي في المركز الثالث امامنا على الكادر التحتاني، تعود ملكيته للسيد عتيج بن سعد بن مفتاح، وعوده لنكمل ندائنا ل5 مراكز. المركز الرابع الفارس يقترب، في المركز الرابع تعود ملكيته لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفه الثاني. وانا بصب ترشيحي على الفارس لهذا الشوط، لانه سبق وان حقق الناموس، وايضا انا حققت الناموس معاه عندما حقق الناموس. تهانينا على الناموس اللي فات، وان شاء الله بنشوف من الفارس انجازات متوقعه مثل ما المرشحين يرشحونه. الفارس لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفه الثاني، في المركز الرابع المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني، وفي المركز الخامس اللي هو ضيفنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي هو مبلش لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، يضمره عامر سعد بن رفاده المري. المركز السادس اللي خذ المركز الخامس مناور، يناور مناورة عسكرية على هذه الأرضية. مناور يقدم مناورة من مناوراته الممتازة. مناور تعود ملكيته لسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ويضمره السيد سعيد بن مبارك الوهيبي. المراكز الستة معانا، هذه 6 مراكز، خمسة مراكز هم خمسة، اللي مناور يكون الخامس، والسات اللي هو المبلش. هذا أيضا هناك شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا متواجد، وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وأيضا يا راعي مصيحة شعار سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي. وهذه الشعارات الثلاثة ضيفة على أرضية ميدان الشحانية، قادمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نحن بانتظار دخولها في أي لحظة. يا سلام، وليت للناموس حاكم، والله لا اشتكيك. الله، شوف الحاكم، وعودة حميدة إلى هذا الحاكم اللي خذ الكاميرا معاه وسافر إلى خط النهاية. غادر الحاكم مشاهدين الأعزاء إلى خط النهاية ليعود إلى المكان اللي يتحرك منه، إلى المكان، إلى المنصب اللي خذوه منه، بيعود له وبياخذ الناموس. الحاكم لسمو الشيخ فهد
بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني مسيطر على زمام الأمور ومنفرد بقوة، وبينه وبين البقية حوالي نصف كيلو متر. هذا اللي مسافة اللي بيعطينا إياها راكان الرواد. هذه شوفوا اللي أمامنا، هذا الانفراد الكبير اللي يقوم به الحاكم لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة المضمر السيد ناصر بن نسفر الشهواني البروفيسور المركز الثاني، اللي يتضح أمامنا على شاشة التلفزيون وعلى الكادر التحتاني بيضان تعود ملكيته للسيد ما شاء الله حتى هذه اللحظة وهو صامد راشد بن محسن بن ديله المري. والدخول الخطير، يا سلام يا بو، يا الله 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 الله، اللي كان في المركز الثالث ينتقل الى المركز الثاني بكل قوة وما زال اختامه مقبوض، اللي هو الفارس لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني ويرافقه المضمر السيد ناصر بن مسفر. دورك يا مناور، يا سلام اللي يتحرك مناور ضيفنا من مدينة العين بالامارات العربية المتحدة الشقيقة، قادم من العين من دار الزين والإنجازات للعين زينة في هذا المهرجان. المناور في المركز الثالث لسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل هيان المضمر السيد سعيد بن مبارك الوهيبي، ينتقل على حساب الفارس إلى المركز الثاني، بحيث المركز الثالث يمسي من نصيب الفارس لسمو الشيخ حسين بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مبلش تعود ملكيته لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود المضمر السيد عامر سعد الرفادة. والمركز الخامس، المركز الخامس بيضان للسيد محسن بن راشد بن زيد بن ديلة المري. هذه الخمسة مراكز المتواجدة معانا وحاكم هذا الشوط حتى هذه اللحظة. يا سلام، بيزف الناموس ومهما كانت مكانته وانفراده لابد يطمع جمهوره الغفير، جماهير الحاكم يطمعون بأي حركة يقوم بها ناصر بن مسفر البروفيسور في التضمير، خصوصا يوم يلقاله بعير. يا سلام يا سلام، لعبة ابو مصفر يلعبها لعبة خاصة. هذا اللي امامنا الحاكم وسبق له انجازات كبيرة، وهو الان يتدخل بقلب تلال الصراع ليعزلها جزء منها يمينه وجزء اخر يساره على شماله. الحاكم لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني انضمر السيد ناصر بن مسفر، وهذا هو اللي خرب التخطيط. يا سلام، يعني مهما قالوا المشكلة هالحين في عملية اللحاق بالحاكم بتكون مو بسهلة، بتكون عملية صعبة وشاقة للغاية. يا سلام، وليت للغرام حاكم والله لاشتكيك الله. يا سلام يا ابو مسفر، ناصر بن مسفر الشهواني يقدم هذه الهدية لهذا الشعار لشعار سمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني على تقدم الحاكم. ولكن مناور مناور مناور، هذا الاسم يوم اقوله يطري علي واحد يسمونه مناور الشمري. هذا هو مناور مشاهدينا الاعزاء، الضيف اللي قادم من الامارات العربية المتحدة الشقيقة لسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ويرفع راية التهديد من هذه اللحظة لملاحقة بالحاكم والمضمر سيد سعيد بن مبارك الوهيبي. الله يبارك لك يا سعيد، الله يبارك لك يا بن مبارك. يا سلام، نقلة للمركز الثالث لنرى الفارس يحتل المركز الثالث لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني. وفي المركز الرابع اللي ما ذعناه أبدا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد عبيد فيصل بن طالب بن شريف، وشاهين ضيفنا القادم من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المركز الخامس،
اللي هو مبلش لسمو الامير سعود بن محمد بن عبد العزيز ال سعود المضمر السيد عامر سعد الرفاده. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسه. لكن هناك الحاكم، ويا هل ترى هذا الانطلاقة اللي منفرد بها الحاكم، هل بيستمر هذا الحاكم ولا بيوصله مناور؟ بيوصله مناور يوسلوب. هني ناصر بن مسفر حاط ايده على قلبه بهذه اللحظة، يعني هل بينقذ نفسه من هذا الموقف والمناور قادم اللي في المركز الثاني؟ وايضا هات لي لقطة على المركز الثالث لنرى الفارس. يا سلام، اقلع الفارس، اقلع وعادت الحركات، وعادت التحركات. يا سلام، يعني الله يعينك يا مناور، الله يعينك يا مناور ويا الحاكم، الله يعينك يا مناور. يا سلام، الله، نرى ما لا يراه المركز الاول حتى هذه اللحظة، ما شافوه ما شافوه. عودة إلى مقدمة الشوط وعودة إلى الحاكم لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر السيد ناصر بن مسفر البروفيسور يعني والمركز. شو نقول له؟ شو نقول له؟ نقول له شرد يا أبو مسفر عن ناصر بن مسفر؟ هذه اللي ما صارت. يعني لو بقول له شرد ياك ناصر بن مسفر، هو اللي أمام، هو اللي امام ويشرد عن نفسه، هاي مستحيله. يا سلام، وعادت امجاد الفارس. يعني الحاكم الله يذكرك بالخير يا ابوه، يا ابوه، الله يا ابوه. يا سلام، يا شوفوا شوفوا الحاكم على اعصابك يا الحاكم. ما تلام ما تلام ما تلام، من يلومه؟ اللي يلومك الله يلومه. الفارس مشاهدينا الاعزاء يهدي يهدي هذه البطولة الخاصة للزمول إلى سمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة الثاني وإلى سكان الدوحة، إلى سكان الدوحة. يزف لهم يزف لهم الفارس. لكن هني الخوف، هني الخوف. الفرصة متاحة للحاكم ولمناور، مناور الشمري. يا سلام، هذا الاسم دوم عندنا يسمونه دوم. يلا يا مناور، يا سلام، شاف المنصة يوم يشوفها يلا الله، خلاص خلاص خلاص. الناموس 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 يا ابو يا ابو عبد الله، الناموس. تهانينا نزفها مشاهدينا الاعزاء لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفه الثاني على فوز الفارس بالمركز الاول في شوط الزمول. الله 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 الله، يلا تحيه ابو مسفر، تحيه. خله يرفع ايده، خله يرفع ايده. اذا ما عندك يا سلام، مضبوط مضبوط. الله، تهانينا تهانينا لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتهانينا لمضمر السيد ناصر بن مسفر على فوز الفارس بالمركز الأول. المركز الثاني الحاكم، تهانينا لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني مناور. في المركز الثالث لسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان من الإمارات المضمر السيد سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الرابع مبلش لسمو الامير سعود بن محمد بن عبد العزيز ال سعود من السعوديه، تهانينا وتهانينا للمضمر السيد عامر بن سعد الرفاده. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من الامارات، تهانينا للمالك وتهانينا للمضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم. تهانينا على هذه الانجازات، واحيل الميكروفون لزملائنا علي فطيس المري والشاعر اللي